بحبك وحشتيني، بحبك وانت نور عيني، ده وانت طلع عيني، بحبك طب انا اقولك على حاجه. امبارح واحنا قاعدين في اوضه الميك اب انا سمعتها وهي بتغني، أيوة. معلقتش، قلت اما نطلع على الهواء على بصوتها حلو. صوتك ما شاء الله. طب يلا بينا. طيب عشان عادل، عشان عيد ميلاد عادل ما فيهاش كلام، وعيد ميلاد فرح جاي، وعيد ميلادي فات من يعني ايه بقى تعمل اوفرز من بالظبط يعني، فعندك كوب خدي بقى نفس كده يونس. لا مع بعض اوكي. بس كل سنه وانت طيب ومن قلبي قريب، والسنة دي معايا واللي جاي ويايا، يا أغلى الحبايب يا سكر ودايب، يا كل الحبايب كلك خير وطيب. والله العظيم فظيع يعني. قلت لكم ما ندلوش وما ندلته. ها لا لا اتكرر تاني خالص. المره الجايه احنا بنعملك تظبيط يعني. لا 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 عايزه اقول لك على حاجه، انا مثلا واحده صوتي فظيع حلو جدا جدا، ما تعملش ليه بدل صوتك فظيع. يلا نوريكي على ليه خليتي عني. طب ما تديها سيبنا الاخبار يا نمي. لو ما امنتش ان الجنة في حضني انا ما بقاش انا. انا عايزاكي معايا في كل حتة بقى عشان تدخلي تغطي على صوتي. حسيت فجأة ان صوتي مش باين وبدأت اغطي في صوتي. شوف انا بحب الغنى وطول عمري كان نفسي صوتي يبقى حلو. بس انت خدتي بوكاليز يعني. رحت بوكاليز ولا نفسك يبقى صوتك حلو؟ لا نفسي اغني لنفسي، نفسي صوتي يبقى حلو. للأسف عندي طموح انك تغني في البيت في الحمام. كنت زي بس عايزه اقول حاجه قبل ما اتكلم. انا عايزه اقول ان انا بحب صوت ساره جدا. يلا يلا ربنا يخليك يا سلوى حبيبتي. سمعتي صوت دينا؟ جامليني. قولي اي حاجه. عاملين كابل صح؟ قولي ايوه كلكم كابل حلو كده. بس عشان وقت حلقتنا خلاص يخلص، فبس عايزين بس نصيحه بس على السريع كده للي مش قادر يتواصل، ازاي يقدر ان هو يتواصل مع الناس؟ التواصل عشان نعمله اول حاجه اسمع اكتر ما تتكلم. يسمع اكتر ما يتكلم مبدئيا، دي اهم حاجه. اسمع اللي قدامك، دي نمره واحد. نمره اتنين، لما تسمع حاجه اكد ان اللي انت فهمته هو الصح. يعني ايه؟ انت بتقولي لي حاجه، اسالك بقى انا فهمت انك بتقولي كذا كذا او انك زعلانه من كذا كذا، ده صح ولا غلط؟ الحاجه الثالثه اعرفي انت مين وعايزه ايه. نعرف احنا مين وعايزين ايه. نشكرك يا استاذه ياسمين ابو الحسن مدربه الحياه، نشكرك يا فرح، نشكرك يا عادل، وان شاء الله استنانا بكره في نفس الميعاد في شبابيك.